بديل الفاير بيس. كمل يا صاحبي. بتعمل فاليديشن عن طريق الايميل هنا، كتبت الايميل هنا. الداتا بتاعتك مش عندك، الداتا بتاعتك دلوقتي على انا ببعت الداتا عن طريق الفرونت للباك اند اللي هي السوبر فيز. بعمل كرييت، هي بتعمل فاليديشن. حلو. كرييت باسورد. بس هنا انت بتعمل وانت رايح بتروح تكلم البياع على طول، انت رايح للسيرفر بتعمل فاليديشن فرونت وبعد كده مش كل حاجه. انا مثلا هو هيروح يقول لي انا الفاليديشن بتاعي كله فرونت. بس الباك اند بيفاليديت علي لو انا حاجه بتعدي مني وانا مثلا من ناسي او خلاص انا ما خدتش او مش في ايدي ان انا مش في ايميل مش حاضر اعملها.